يأخذ من مال الله بقدر حاجته وضرورته، وأنه لا يلزم قضاء لأنه متفرغ للقيام بمصالح المسلمين، وفراغه يمنعه من الكسب لنفسه. وكذلك القائم على أمر اليتيم مع فقره وحاجته، فإنه إن لم يتفرغ بقدر الضرورة وبقدر مصلحة اليتيم في القيام بمصالحه ورعاية ماله، فإن ذلك يؤدي إلى المفسدة في ما يتعلق برعاية هذا اليتيم. فلذلك كان القيام بهذا إنما يقابل بشيء من الأجر مع الحاجة والضرورة. هذا. وقد بالغ بعض في التشديد حتى قال بأن هذا إنما يباح، أي الأخذ من مال اليتيم عند الاضطرار البالغ، كما يضطر إلى أكل الميتة ولحم الخنزير، أي لا يسوغ ذلك لنفسه، أي أن يأخذ من مال اليتيم إلا عندما يسوغ لنفسه أن يأكل الميتة، عندما يسوغ له شرعا أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير، فإنه يسوغ له في هذه الحالة أن يأكل من مال اليتيم بقدر نفع ضرورته الملحة، مع كونه يضمن ذلك. وهذا القول مروي عن الشعبي، وقد رده جماعة منهم النحاس في المتقدمين وابن عاشور في المتأخرين، بأن عندما تبلغ بالإنسان ضرورته هكذا يباح له أن يأخذ من مال أي أحد بقدر ما يسد به الضرورة من غير أن يكون ذلك محصوراً في مال اليتيم الذي يرعى ماله، بل له أن يأخذ من أي مال، مع اختلاف العلماء بعد ذلك هل عليه ضمان في حال يسره أو لا ضمان عليه. هذا. وقال بعض أهل العلم بأن هذا إنما يسوغ، أي الأكل من مال اليتيم، عندما يكون الإنسان يقوم برعاية هذا المال وإصلاحه، فيسوغ له أن يأخذ منه في مقابل ما يقوم به، وذلك بأن يكون يتبع الشارد من الإبل ويلوط الحياض التي تشرب منها، أي يصلحها ويسقيها في وقت وردها ويهنأ جرباها. وهذا هو الذي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إجابته لبعض سائليه، قال بأنه أباح له أن يشرب من ألبانها في مقابل ما يقوم به من ذلك، من غير إضرار بنسل ومن غير أن ينهك في الحلب. و ذهب جماعة إلى أن له قدر ما يسد جوعته ويستر عورته فقط،
معنى ذلك أنه لا يقتصر على الشرب من ألبانها فحسب، وقد حمل بعضهم على الشرب من ألبانها ركوب ظهورها والانتفاع بأصوافها. وروي عن بعضهم التفريق بين أن يكون وصياً عينه أبو اليتيم أو وكيلاً عينه القاضي، فإن كان وصياً عينه أبو اليتيم فله أن يأخذ بقدر حاجته عندما يكون محتاجاً، وعندما يكون معيناً من قبل قاض فليس له ذلك. وهذا القول أيضاً ليس عليه من دليل يدل عليه، وهو قول حسن بن حي، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى التفرقة بين حالتي الإقامة والسفر. ففي حال الإقامة لا يباح له أن يأخذ من ماله، وأما إن كان سافر من أجله واحتاج إلى الأخذ من ماله فله أن يأخذ من ماله. وذهب النخعي وروي ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية منسوخة، منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أو بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يبح أكل مال الغير إلا عندما يكون تجارة، وهذه ليست تجارة، فلا يسوغ هذا الأكل، لا سيما أنه مال يتيم. وروي بأن وهذا القول وهو أن هذا المال أن هذه الآية الكريمة نسخت هو الذي يجنح إليه حسب الظاهر الجصاص أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن له، حيث ذكر بأن قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا، وقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ذكر أن هذه آيات محكمات، وأن قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف متشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم، فلا يقوى ما في هذه الآية على معارضة ما في تلك الآيات. وذهب آخرون إلى أن المراد بقوله سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي من مال نفسه، فإن الإنسان إنما يطالب أن يرعى حالته بين غناه وفقره في إنفاقه على نفسه،
فيؤمر أن يعف نفسه عن مال غيره بما ينفقه على نفسه من مال نفسه. فمن كان تحته يتيم وكان غنياً فليستعفف بأكله من ماله بنفسه، ومن كان فقيراً فليأكل من مال نفسه بالمعروف، أي بشيء من التقتير والاقتصاد حتى لا يحتاج إلى الأكل من مال اليتيم. وهذا القول هو الذي صوبه الكي الطبري في أحكام القرآن له، وقال بأن العلماء غفلوا عن هذا المعنى الذي تدل عليه هذه الآية، وهو الذي يتفق مع الآيات الأخرى التي تشدد في أكل أموال اليتامى كما تشدد في أكل مطلق الأموال. وقال بأنه لا يمكن القياس على أمر القضاة وغيرهم ممن يأخذون من بيت المال بقدر سد حاجتهم، فإن أولئك إنما يأخذون ما يأخذونه من مال عام ليس خاصا بأحد، وإنما هو لأصناف في أوصاف، وهم من بين هذه الأوصاف، فلذلك ساغ لهم الأخذ منه. بينما هذا المال مال معين، وهذا المعين لا يملك من أمره شيئا وهو يتيم، فلذلك لا يسوغ أخذ هذا من ماله، بل يجب الحذر من ذلك. هذا. وعندما نأتي إلى هذه الأقوال وهذه الأدلة ونقارن بينها، نجد مع حرصنا على التوفير لليتيم ومراعاة مصلحته والحذر من أن يرزأ شيئا من ماله، نجد أن القول بإباحة الأخذ للفقير المحتاج بقدر ما هو محتاج إليه من غير إضرار بمال اليتيم والقول الأرجح. ذلك لأن هذا يعتضد بروايات كثيرة، هذه الروايات مهما كانت يشد بعضها بعضا، مع رواية صحيحة موقوفة على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن لها حكم الرفع. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت في هذه الآية نزلت في مال اليتيم، أدبا يكون ماله بيد القائم بأمره، فأبيح لمن كان محتاجاً أن يأخذ من هذا المال لأجل قيامه بمصلحة اليتيم بقدر حاجته، وأمر الغني أن يستعف. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت الآية في كذا له حكم الرفع، هذا مما يبدو أنها قالته بخبرة ودراية، وهي كانت في كنف بيت النبوة، فهي جديرة بأن تكون عالمة بهذا الحكم. على أن هذا اعتضد بروايات أخرى متعددة، منها ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنه لا مال لي وعندي يتيم له مال،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مبذر، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا واق بماله مالك. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من مال اليتيم بسبب قيامه بمصلحته من غير تبذير ومن غير إسراف ومن غير أن يقي بمال اليتيم ماله، بحيث يكون له شيء من المال وينفق على نفسه من مال اليتيم ليقي به ماله. كذلك جاء ذلك مرويا من طرق، فقد أخرجه ابن حبان وابن مردويه من طريق جابر رضي الله تعالى عنه، وجاء مثل ذلك من طرق متعددة أخرى. هذه الطرق تدل على تسويغ أن يأكل المحتاج لأجل قيامه وتفرغه للقيام برعاية حق برعاية مال اليتيم وإصلاحه له، أن يأخذ من ماله بالمعروف من غير أن يكون مبذرا ومن غير أن يكون مسرفا ومن غير أن يكون واقيا بماله ماله. أما ما استدل به القائلون بالمنع من الآيات الأخرى، سواء الذين قالوا بأن هذه الآية منسوخة بها، أو قالوا بأن هذه متشابهة وتلك محكمات، فإن فيما قالوه نظرا. أما قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسوف يصلون سعيرا، فالأكل هنا مقيد بكونه ظلما، وما أذن الله تعالى به لا يكون ظلما. فما هنا إنما كان مأذونا به على أنه لا يمكن أن تكون تلك الآية ناسخة لهذه الآية، لأن تلك عامة وهذه خاصة، والعام لا ينسخ الخاص، وإنما يجمع بين العموم والخصوص. فيقال بأن ذلك الوعيد إنما هو في غير القائم بأموال اليتامى الذي يرعى مصالحهم مع فقره وحاجته وضرورته إلى الأكل بالقصد والمعروف من أموال اليتامى بقدر حاجته فقط. أما بالنسبة إلى هذا الذي هو مضطر إلى الأخذ مع قيامه بشؤون اليتيم وإصلاح ماله ورعايته لماله، فلا ريب أن من مصلحة اليتيم أن يكون له كافل يرعاه، وإن لم يكن لهذا الكافل ما يعتمد عليه من الدخل، فماذا عسى أن تكون الحالة؟ نعم، إن كان يمد بمدد من بيت المال، في حال توفر بيت المال فذلك حسن، وإلا فله أن يأخذ من مال اليتيم بالقصد عندما لا يكون له مال. وأما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن النهي عن أكل الأموال إنما كان بالباطل،
وما أذن به الله تعالى لا يكون باطلا، على أنه مع غض النظر عن ذلك فإن تلك الآية كما قلت عامة وهذه خاصة، والعام لا ينسخ الخاص، فيقدم الخصوص على العموم تأخر أو تقدم. لا عبرة بالمتقدم منهما من المتأخر، فيؤول على الجمع بين الخاص والعام، وبهذا يندرئ الإشكال. وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم لا ينافي هذه الآية الكريمة، فإن هنا الأكل ليس إلى أموالهم، أي بحيث يجمع ما بين مال اليتيم وماله في الأكل، وإنما هنا عندما لا يكون له مال وهو قائم بمصالح هؤلاء الأيتام، فيسوغ في هذه الحالة أن يأكل بالمعروف. أما مع وجود الغنى أو مع وجود مدد من جهة أخرى فذلك لا يسوء، إذ من كان له مدد ولو كان من غير ماله بحيث يكون له مدد من بيت المال أو يكون له مدد من جهة أخرى فإن ذلك لا يسوق له ذلك، لأنه استغنى في هذه الحالة. ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. بهذا يتبين أن القول الراجح هو الإباحة بقدر الحاجة من غير تجاوز هذه الحاجة، ومن غير أن يتأثر مالاً بذلك بحيث يحاول أن يثري على حساب اليتيم. هذا والله سبحانه وتعالى بعد هذا كله بيّن أنه عندما تدفع أموال اليتامى إليهم يشهد على هذا الدفع، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يأمر الله سبحانه وتعالى بالإشهاد عندما يوفى اليتامى بعد بلوغهم حقوقهم. والآية الكريمة أكثر العلماء حملوها على معنى دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ، ومنهم من جعلها شاملة لهذا وشاملة للإنفاق على اليتامى، بحيث يؤمر الولي أو الوصي أو الوكيل أن يشهد على إنفاقه على اليتامى، كما أن عليه أن يشهد على دفع المال مطلقا إليه بعد بلوغهم. وهذا هو الذي ذهب إليه القرطبي والشوكاني. فأشهدوا عليهم، يأمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد. وكثير من العلماء قالوا بأن ذلك من الواجب، وقد قال جمهور أهل العلم بأن اليتيم إذا ادعى وليه أو وصيه أو وكيله بأنه دفع إليه ماله وأنكر ذلك اليتيم فإن القول قول اليتيم مع يمينه، يكون قول
قول اليتيم مع يمينه، فيكون الإشهاد هنا واجبا ليبرئ الولي ساحته من الاتهام ولقطع دابر الشقاق والخلاف بعد ذلك، حتى لا يقع تناكر بينه وبين اليتيم الذي كان في حجره. وهذا القول هو الذي عليه أصحابنا وعليه الشافعية والمالكية. الحنفية فإنهم يحملون الأمر هنا على الإرشاد أو الندب، ويقولون بأنه إن وقع تناكر بين الجانبين فقول من قبض المال من وصي أو ولي أو وكيل هو المعتبر مع يمينه لأنه أمين، وبسبب كونه أمينا كان قوله معتدا به. وهؤلاء استدلوا بأن القاضي أيضا عندما يقول بأنه دفع المال إلى اليتيم يكون قوله حجة ولا يطالب بشهادة ولا بقضاء، فكذلك هذا الوصي ونحوه. ورد ذلك بالفرق بين الجانبين لأن القاضي حاكم وقول الحاكم حجة، أما هذا مدعي وقول المدعي ليس بحجة، فكيف يسوى بينهما؟ كذلك احتجوا بأن الأب عندما يدفع ماله إلى ابنه بعد بلوغه يكون القول قول الأب ولو أنكر ذلك الابن. ورد بأن بين الأب والأجنبي فرقا، فمن ناحية مال الولد الأمر أن إنما هو من خطاب الوضع وليس هو من خطاب التكليف، إنما هو أثر لخطاب الوضع وليس أثرا لخطاب التكليف، بخلاف الأوامر الشرعية التكليفية والنواهي التكليفية فإن الأثر المترتب على ذلك الثواب أو العقاب، ففرق بين الأمرين. ولكن في هذا الذي قاله نظر ذلك لأن هذا الأثر وإن كان إنما هو أثراً لخطاب الوضع وليس أثراً لخطاب التكليف، إلا أن الإنسان مأمور أمراً شرعياً أن يبرئ ساحته من التهم، هذا من ناحية، وأيضاً هو مأمور بألا يعرض ماله للتلف، هو مأمور بصون ماله، وتعريض ماله لأن يأكله ظالم إنما هو تعريض له للتلف، فلذلك يجب أن يحمل الإشهاد هنا على الوجوب. وذكر الإمام محمد عبده بأن الذين قالوا بأن الإشهاد هنا الأمر به ليس للوجوب وإنما هو للندب أو للإرشاد رأوا أن جماهير من الناس تركوا الإشهاد ولم يأخذوا به، فشق عليهم أن يحكموا على هؤلاء بأنهم مخطئون أو مخالفون للحكم الشرعي أو أنهم آثمون بعدم إشهادهم، لذلك حاولوا أن يخرجوا هذا الأمر عما يدل عليه ظاهره من الوجوب. ولكن لا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على أحوال الناس بحيث تكون أحوال الناس هي الميزان الذي يقاس به الحكم الشرعي من وجوب أو غيره، فتصرف الناس ليس دليلاً على هذا أو ذاك،
وإنما العبرة بالدليل الشرعي نفسه. هذا. وأتبع الله سبحانه وتعالى ذلك قوله: وكفى بالله حسيبا. أي مع الأمر بالإشهاد، فإن الأولياء أو الأوصياء أو الوكلاء قد يغمطون اليتامى حقوقهم بطريقة أو بأخرى، بحيث يخفون عنهم بعض أموالهم أو يحتالون على بعض أموالهم، فنبه هؤلاء بأنهم وإن احتالوا على الشهادة واستطاعوا أن يخفوا ما يريدون إخفاءه، فإن ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فالله كفى به حسيبا، أي كفى به محاسبا، فإن الحسيب قد يأتي بمعنى المحاسب كما يأتي الشريب بمعنى المشارب، أو كفى بالله تبارك وتعالى كافيا، بما أن على أن الحسيب بمعنى الكافي، كما يقال حسبه الله أي كافيه الله. وكفى بالله حسيبا، ففي تذييل الآية بذلك ما يشعر على أن الإنسان إنما عليه أن يحذر كل الحذر من مغالطة ذي الحق، ولو حاول أن يخفي عن الشهادة تصرفه فإن الله تعالى وراء شهادة الشهود، هو حسيب كل أحد، هو الذي يحاسب كل أحد يوم القيامة على تصرفاته وأعماله. هذا. وقد شدد العلماء فيما يؤخذ من أموال اليتامى بطريقة أو بأخرى من غير هذا الذي أذن الله تبارك وتعالى به هنا من الأكل بالمعروف للفقير المحتاج دون غيره، فقالوا بأن قاضي القسمة وأتباعه عندما يأخذون شيئا بدعوى أنه رسم للقسمة إنما ذلك من النهب الذي لا يباح بحال من الأحوال، فلا يسوغ ذلك وإنما يجب الحذر منه. ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله أن يلهمنا الرشد والصواب والسداد، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يفهمنا ما لم نفهم، وأن يهدينا إلى الطريق الأقوم، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شأفتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق دمأهم، وفل حدهم، وأقل عدهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين